هتنزل للحماية هقوم كلكم على دماغنا اسف ليكم جميعا. اسمعوا صوت كبير وتخرجوا كده يلا بينا يلا يلا عايزة فين؟ أنا بعتذر لأهلي وقبل أهلي أنا سايب أهل مراتي وبعتذر لحمايا هقوم كلكم على دماغي أنا آسف ليكم جميعا. اسمعوا صوت كبير وتخرجوا كده يلا بينا يلا يلا مساء الخير متابعينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم في كل مكان، بنرحب بيكم في تغطيتنا المستمره من داخل محافظه الشرقيه، واحنا النهارده مع صاحب القاعه اللي شهدت وقعه من حوالي 6 ايام واثارت جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وقعه عريس كفر صقر اللي اسمه طلع ترند في اقل من ثواني بسبب فيديو يعني كانت مدته اقل من 30 ثانيه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبدا الجميع يتداوله وبدا ما بين مؤيد ومعارض واثار جدل كبير جدا واسمه تصدر محركات البحث عن عريس كفر صقر وعريس الشرقيه، العريس اللي قالوا ان هو ضرب عروسته وده دي القاعه هنا قاعه الفستان اللي شهدت الواقعه بكل حذافيرها ونعرف ايه الكواليس وايه اللي حصل داخل القاعه وايه الاعتذار اللي العريس قدمه. اهلا بك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. نتعرف بيك. انا اسمي عبد السلام صاحب قاعه الفستان اللي في الشرقيه. اهلا بيك. اهلا بيك. حضرتك اللي شاهدت الواقعه بكل تفاصيلها وعرفت والكواليس كمان شفتها والاعتذار، يعني في حاجات كتير جدا وحقيقي احنا ما نعرفهاش، بداوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولوا الفيديوهات وكله يبدا يخمن ايه اللي حصل، سحر ضرب ايه اللي حصل، احكي لنا بقى من اول لحظه ايه اللي حصل. العريس والعروسة دخلوا طبيعي جدا وقبل ما يدخلوا هم جايين متأخر أصلا تقريبا نص ساعة كده أو ساعة. دخلوا طبيعي جدا. رقصوا الرقصة الأولى السلو بعديها تقريبا بعشر دقايق بعد الدخلة بعشر دقايق الحوار بقى بدأ في أول رقصة سلو. هم بيرقصوا هنا كده ممكن نشوف الرقصة اللي وأنت بتحكي بقى لحضرتك معاك معاك الفيديو اللي فيه حصل فيه المشكلة وهو بيرقص. بيصوروا معايا. احنا بنصور اللقطات الحلوه. هنكتب الصوت بس معلش. اشرح لنا بقى ايه اللي قدامك ده اول العروسه بيرقصوا والواضح ان هم طبيعي جدا لكن في حاجه بينهم بقى في حاجه في الفيديو انتوا الناس ممكن تلاحظها زينا برضه. في يعني حوار دار بينهم الاثنين؟ لا حاسس ان في يعني زعله او في حاجه قبل كده ومفيش تناغم بينهم. العريس مهتم جدا العروسه مش مهتمه. فدي ممكن يعني دي قبل الواقعه بثلاث ثواني هو تقريبا بيرقص وهي ملتفته لزمايلها صاحبتها بتشاور لهم صاحبتها وقاعدين هي بتتكلم معاهم وهو مش وهي مش ملتفته له هو خد باله اهوت وبيكلمها فتقريبا ما ردتش عليه كويس فراح قال لها طب يلا خلاص نهى الرقصه نهى الرقصه وقت ما نهى الرقصه دي وطلع كان بيطلع على السلم هنا المقطع اللي الناس كلها شافته بقى هو اللي بعد الرقصه دي اللي بعد الرقصه دي اللي وهو طالعين على السلم ايه اللي حصل؟ هو ماشي سريع طبعا او شدها بسرعه قوي كده فاول شده جت معاه تاني مره ما جاتش جت على السلم هنا وقت يعني اتكعبلت في السلم اتكعبلت ما كانش قاصد ان هو يكعبل عروسته ما اعتقدش ان هو يقصد دي لكن سابها وقعد هي دي المشكله سابها وقعد ابوها شاف الموقف ما استحملش جه يتهور عليه زي ما الناس كلها شافت برضه في الفيديو يعني تقريبا ابوها هو اللي عمل الضجه دي يعني وعمل خد حقها يعني باباها عمل ايه بقى رد فعله يعني رد فعله جه على العريس وهو قاعد على الكرسي قال له انت قاعد وسايبها مثلا او كده وراح متهور عليه وضرب ضربه رد فعل العريس رد فعل العريس الناس شدت ابو العريس على طول ابو العروسه على طول رد فعل العريس اخوه قبله قال له لا ما ينفعش تهور عليه فكده يعني كان هي اسره العريس بقى نيجي هنا للنسب اللي احنا بنختاره نديله بنتنا اتعاملوا بحكمه يعني بعيد العريس بعيد الموقف ده اصلا الناس كلها محترمه اللي جت القاعه واللي اتفقوا معايا وقبل ما العريس والعروسه يجوا الناس كلها كانت في تناغم والدنيا حلوه يعني ما حصلش الموقف ده اللي بعد الرقص الاسلوب بالنسبه لنا هنا في القاعه عملت الضجه دي والده العريس بقى كان رد فعلها ايه؟
الموضوع ده قعد 3 دقايق، والدة العريس أغمى عليها، هو دي المشكلة التانية الكبيرة يعني. أغمى عليها في وقتها على طول؟ أغمى عليها في وقتها في الفرح. قعدت دقيقة تقريبا، بعد ما فاقت ما كانتش يعني، الصدمة دي كبيرة برضه، ما هو ده يوم فرح ابنها برضه. في ناس اتدخلت، ناس محترمة جدا دخلوا للعريس والعروسة واتكلموا معاها من الطرفين كده وخلصوا الموضوع. العروسة رجعت يعني، رجعوا تاني رقصوا تاني. الموضوع عاد مر بسلام. العريس مجرد ما قلت له اعتذر للناس قال ماشي اعتذر. حضرتك بقى هنا اتدخلت بان انت تصلح بينهم. اتكلمت معاه؟ دوري يعني، قلت له هنكمل الفرح بس انت لازم تعتذر للناس. قال لي ماشي انا عندي استعداد ماشي. اديني المايك. رحت مديله المايك واشتغل بقى على ان هو يعتذر لكل، واعتذر للناس بالفيديو اللي احنا هنشوفه حالا ده. ده بعد الواقعه بقد ايه يعني؟ الواقعه كلها استغرقت قد ايه من الوقت؟ 3 دقايق. 3 دقايق. 3 دقايق بالظبط. وقعت، اهلها اتدخلوا، اهله حاولوا ان هم يهدوا، كانوا اتعاملوا بعقلانيه جدا، حاولوا يمتصوا غضب اهل العروسه. أيوة. رغم ان ممكن كان يحصل اكتر من كده، كان ممكن يحصل اكتر من كده لو حد متعصب من الطرفين، لكن الحمد لله لقينا ناس عاقله وناس بتستجيب للكلام برضه و100 100 يعني. تمام الحمد لله يعني، رجعوا للفرح تاني والعريس اعتذر للناس ورقص معاهم. هو يا فندم لاهلي وقبل اهلي انا سايبه واهل مراتي وبعتذر لحمايا كلكم على دماغ، انا اسف ليكم جميعا. هنا بقى استجاب للجميع، استجاب للجميع ونزل، وبعد النزله دي اعتذر بقى لابو العروسه وبس على دماغه وراح للعروسه. انت حضرتك بقى قلت لي قبل التصوير ان حصل حاله من الصمت بناء على طلب اهل العريس، وقفوا كل حاجه وبداوا ان هو على كلام العريس، لان العريس قال انا كنت حاسس ان انا مش طبيعي. فخالته اتدخلت هنا في الموضوع. ايوه، حد جه قال لنا ما تشغلوش اغاني خالص ولا اي حاجه، كنا احنا بنشغل شويه بحيث ان احنا ممكن ايه يبقى دي مشده بس او هتخلص يعني. فقالوا اقفلوا الصوت خالص، ما تشغلوش اغاني ولا مزيكا ولا كده، بحيث ان تقريبا هم كان في حد هنا عاقل او حد بيقرا قران. مسك العريس كده من كتفه يعني، تقريبا كان في حاجه. بعد دقيقه بالظبط الدنيا اتغيرت خالص والفرح كمل بعد كده ساعه ونص او ساعتين يعني. فعلا زي ما العريس خرج عن صمته وقال ان انا كنت حاسس ان انا مش طبيعي، فليا خاله خالته بتقرا قران، فقرات عليه قران لمده دقيقه. ده اللي حسيته انا، ما شفت يعني، انا شفت كده، شفت من غير ما تتدخل، بس من غير ما اخد بالي ولا يعني ان ده بيعمل ايه. بس الوصايا اللي هم وصوها لنا اغاني ومزيكا دي لها معنى كده يعني. فوقفت ال وقفنا الشغل ده، وبعد كده لقيت العريس بيقول لي انا اعتذر للناس ازاي؟ واخو العريس اعتذر قلت له انتوا فرحوهم بقى. فرحوهم. ولما قدم اعتذاره ايه اللي حصل بقى يا فندم؟ لما قدم الاعتذار العروسه قبلت الاعتذار وقالت يعني، هي قبل كده ابوها الاول. هي قالت لازم يقبل الاعتذار الاول. هي اللي قالت العروسه قالت بابايا اللي انا حسيتها دي، لانها قعدت ما اتكلمتش مع اي حد خالص بعد الصدمه دي. والناس كلها بتتفاهم بقى مع ابو العروسه. ابو العروسه راجل عاقل صراحه وراجل محترم. استقبل الكلام وراح للعروسه وقال لها انا اسف ايه؟ قالت الفستان مقطوع، جبنا خيط وخيطنا الفستان والدنيا اتلمت في 3 دقائق. الفستان اتقطع طبعا من الوقعه اللي على السلم. من السلم بس، مش من طلبت خيط هنا في القاعه. من صاحبتها مش مننا كمان. كان معاهم الخيط صاحبتها؟ كان معاهم، الناس جاهزه والناس كلها كانت مستعده تفرح. وبعد ما الحوار ده حصل الدنيا اتقلبت موضوع تاني خالص يعني، فرح. لقيت في فرحه كان ما كانش في حاجه من 5 دقائق يعني. كان احلى فرح. كان احلى فرح. دي اول واقعه ممكن تشهدها قاعه الفرستان يا فندم؟ اول مره تحصل حاجه زي كده هنا، او اول مره يقابلني موقف زي ده في الدنيا يعني. والحمد لله انه اتلم وربنا يسعدهم بقى ويهنيهم. بيمر هنا في القاعه مواقف كتير جدا حلوه بوحشه، ايه اصعب موقف مر عليك وايه احلى موقف انت استحاله تنساه؟ ده اصعب موقف يمر عليا. ده بتهيألي يعني اصعب موقف، ان يعني العريس والعروسه هم اللي الناس كلهم يعني الناس كلها جايه ليهم، 300 400 فرد جايين للعريس والعروسه. جايين يفرحوا لهم، جايين يبصوا عليهم، جايين يعني فرح. فان العريس والعروسه بقى يتعاملوا بقى بمعامله الاميرات بقى يعني، ده امير ودي اميره وعريس وعروسه بقى. الموقف ده ما غير الوضع خالص.
والتناغم. حسيت من محمد ان هو فعلا ندم على اللي عمل هو فعلا قال ان هو كان معمول له سحر. مش هو اللي ببص، مش هو اللي بيتكلم، مش هو اللي جه اتفق معاك في القاعه انت شفته، اتفق معاك شخص تاني خالص، قال احنا عايزين في فرحنا نغني انا والعروسه واصحابنا هيغنوا وترقصنا كده وتفرحنا. ده وقت الاتفاق. وقت الاتفاق كان بيطلب منك ان انت تجهز حاجات وعاوز يفرح هو وعروسته. اه طبعا، قال لي جهز لي اغاني مزيكات بس اغنى عليها انا والعروسه، ولنا هنجهز حاجات معاك ونفرح معاك يعني. فما كنتش فاتفاجئت بقى لما شفت مش ده العريس اللي جه اتفق معايا خالص. ما هوش خالص يعني، مش هو العريس، معمول له حاجه، في حاجه غلط. بس بعد 3 دقايق ربنا فكها من عنده بقى الدنيا. ايه اكتر حاجه استفدتها من الواقعه دي يعني وانت قاعد كده شايف كواليس؟ ايه اكتر حاجه استفدتها؟ يعني احنا شايفين فعل ورد فعل. كان ممكن يحصل اصعب من كده، كان ممكن الجوازه لا قدر الله ما تكملش، وده اللي الناس توقعته من الفيديو. الفيديو اقل من 30 ثانيه، لكن كتير جدا اللي قال لا ما كانش تنفع تكمل، وفعلا بداوا يهاجموا لا ده الجوازه دي مش هتكمل. اسره العريس كمان كان ممكن كان يبقى لهم رد فعل تاني خالص. من هنا بقى عايزين نقدم نصيحه للاسر، النسايب اللي بيناسبوا بعض يوم الفرح، ايه اللي المفروض العريس يتحلى بيه؟ ايه المفروض العروسه تتحلى بيه؟ الاسره النسب مع بعض يعني محتاجين بقى، لان حضرتك انت اكتر حد بتشاهد المواقف دي. انا يعني يوم الفرح ده بالذات المفروض العريس والعروسه يبقى اعصابهم في ثلاجه، يعني ناس هاديه خالص. ده فرحنا، ده يومنا. يعني افضل يوم ومش هيتعاد تاني، ولو اتعاد تاني ما مش هيبقى زي كده، فاحنا نعيشه بقى بجديه وبفرحه بقى. فانا انصح اي واحد يعني هو عريس بقى ومتفق في قاعه ومتفق في مكان، ايوه، يعرف يفرح يعني.